بعد يقول أود أن أسأل، عندما أسلم المسيح الروح يقول الكتاب إنه نزل إلى الجحيم، فأين ذهب اللاهوت وأين ذهب الناسوت؟ الناسوت كان موجود في القبر لغاية القيامة، أما من جهة اللاهوت نزل إلى الجحيم لكي يبشر الذين فيه لأن الخلاص قد تم، ولكي يأخذهم ويدخلهم إلى الفردوس. وفضل لاهوته متحد بروحه بعد أن خرجت روحه من جسده. برضو بيسأل واحد ليه المسيح قال لمريم لا تلمسيني وسمح لتوما أن يلمسه؟ دي أنا مجاوب على السؤال ده كتير في كتب إجابة الأسئلة وفي كتاب القيامة. هو مخلهاش تلمسه عشان ما كانتش تستحق من أجل شكها في قيامته وظنت إنه ما خمشي.